بعد أن سحبت طائرة اللوكيد مارتن الأسرع من الصوت بثلاثة أضعاف SR-71 في عام 1998، ملئ مكانها بطائرات درون وطائرات تقليدية، إضافة إلى طائرة U2 دراجون. وهذا الأمر ترك فراغا كبيرا في مجال الرصد والاستكشاف من على ارتفاعات شاهقة. لكن منذ تلك الحقبة تسرعت شائعات بأن لوكيد مارتن تطور SR-72 أو 72، والتي تعرف مجازا باسم ابن البلاك بيرد في إشارة إلى الطائرة الأقدم. لم ترى هذه الطائرة أبدا، لكن بعض المصادر تقول لن يتم عرضها للجمهور إلا بعد الانتهاء من الاختبارات والإنتاج الفعلي. ومع ذلك في عام 2022 تسربت معلومات من أن الصين استطاعت أن تحدد موقع الطائرة، فقامت الصين بتعديل مسار أحد الأقمار الصناعية لمراقبة هذه الطائرة. البلاك بيرد أو الطائر الأسود، طائرة اللوكهيد SR-71. فالSR يرمز إلى Strategic Reconnaissance Aircraft، أي طائرة الاستطلاع الاستراتيجية، وهي تعتبر من أسرع الطائرات التي أنتجت عالمياً، وهي من حقبة الحرب الباردة، صنعتها لوكيد مارتن بسرعة وتقنيات متطورة، حينها لتكون دائماً في المقدمة وبعيداً عن الأخطار، فهي تطير 50,000 قدم أعلى من طائرات النقل التجارية. الطائرة صممت وأنتجت عام 1966، فعلى الرغم من طولها الذي يبلغ 107 أقدام، إلا أن سرعتها والارتفاع الكبير والمادة التي طليت بها جعلتها بعيدة عن ترددات الموجات الرادارية. فمنذ خروجها من الخدمة تساءل الخبراء العسكريون عن الوقت الذي سيتم فيه إحلال طائرة أسرع من البلاك بيرد محلها. الهايبرسونيك أو سرعات الفرطة الصوتية. هناك معلومات غير مؤكدة أن العمل بدأ منذ إخراج طائرة SR-71 من الخدمة على خليفة لها، لكن المعلومات كلها غير مؤكدة بسبب التكنولوجيا السرية التي تطبق على هذه الأنواع من الطائرات. لكن في عام 2013 بدأت لوكيد مارتن بالإعلان عن بداية تصميم طائرة حديثة في سكانك ووركس في تطوير طائرة مقبولة الثمن، أي لا تكون بنفس التكلفة العالية جدا كطائرة SR-71 السابقة. الطائرة الجديدة تقوم بمهام الـ ISR، أي الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وقد أطلق عليها الـ SR-72، وبسرعة فرطة صوتية ضعف سرعة الصوت السابقة، أي ما يزيد عن 5,000 كيلومتر في الساعة. جاء المشروع بالاشتراك مع روكيت جيت أيرودين، وهي شركة متخصصة بصناعة المحركات الصاروخية للدفاع والتطبيقات المدنية. ولكي تطير هذه الطائرة من سرعة 0 إلى 6,000 كيلومتر في الساعة، تم تطوير تقنية إضافة محرك سكرام جيت إلى التوربين الأساسي في الطائرة. وعن الطائرة وسرعتها قال نائب رئيس لوكيد مارتن روب ويس عام 2013: منذ سنوات طويلة ونحن نتحدث عن سرعة فرطة صوتية سنصلها خلال 2 عامين، ولم نصلها بعد، لكن الآن أقول وبكل ثقة أننا استطعنا أن نصل إلى تكنولوجيا تحقق هذه السرعات، وسنضعها في خدمة القوة الجوية الأمريكية. عقد ناسا. وقعت ناسا مع لوكيد مارتن عقدا في ديسمبر من عام 2014 لصناعة بديلا للSR-71، وذلك باستخدام محركات تقليدية مع تطويرها. العقد كان $1,000,000 فقط لوضع دراسة جدوى لمحرك نفاث بمرحلتين مع محرك رامجيت مزدوج، أو ما يطلق عليه دول مود. 2 عامين بعد التوقيع في عام 2016 قال رئيس المهندسين في لوكيد مارتن إن شركته توصلت إلى المحرك المطلوب. التصريح نوه إلى أن الطائرة تستطيع أن تصل الآن إلى سرعة 6,000 كيلومتر في الساعة بمحركاتها الجديدة، ولن تكلف أكثر من $1,000,000,000 لصناعتها. الخطط الحالية أن تبدأ عملية الطيران الاختبارية بحلول منتصف هذا العقد، ويتم صناعة الطائرة بمحركين فائقي القوة، وعلى أن تبدأ عملية التصنيع التسلسلية في بداية عام 2030. ابن البلاك بيرد. يقول الخبراء خروج البلاك بيرد من الخدمة ترك فراغا كبيرا بين عمل الأقمار الصناعية والطائرات التقليدية وطائرات الدرون في عمليات الرصد والاستخبارات والاكتشاف. فالSR-71 كانت تطير فوق كل هذه المنصات لكن تحت الأقمار الصناعية. فمنذ تلك الحقبة
أي منذ نهاية التسعينيات بدأت بعض الدول كالصين وروسيا والهند بتطوير صواريخ مضادة للأقمار الصناعية. يقول الخبراء فلذلك وجود منصة كالSR مهم جدا لعمليات الاستطلاع والمراقبة. فالطائرة التي يتم تطويرها الآن مجرد طائرة اختبار أولية أو ما يسمى بالديمونستريتر. المهندسون الآن في طور اختبار المحركات التي ستدفع الطائرة المأهولة وغير مأهولة والتي ستأتي بحجم طائرة الـ F-22 رابتر الشبحية. فمن المقرر أن تقوم هذه الطائرة أيضاً بعمليات قصف إضافة إلى عملية الاستطلاع والمراقبة. ولكن لحد الآن لم يتم تأكيد الحمولات التي ستوضع على الطائرة من الذخائر، فالأمر قد يكون صعباً لأن السرعة العالية لهذه الطائرة يعني أنها لتقوم باستدارة مناورة واحدة ستحتاج إلى مئات الأميال. إضافة إلى ذلك، السرعة العالية ستحتاج الطائرة فيها إلى ذخائر صنعت من مواد تستطيع أن تتحمل سرعات 6000 كيلومتر في الساعة دون أن تحترق أو تتفكك. بعض المشاريع التي تسربت تتحدث عن تحميل هذه الطائرات بصواريخ بعيدة المدى لتطلق من مجال الاستراتوسفير ضد أهداف برية إضافة إلى أهداف أخرى كالأقمار الصناعية العسكرية. خداع الصين. يقول الخبراء إذا كانت هنالك شركة في العالم تستطيع أن تنتج تكنولوجيا عالية متطورة وتخدع الصين بقدراتها فهي شركة لوكهيد مارتن في موقع سكانك ووركس. فقد تسربت معلومات أن القمر الصناعي الصيني العسكري التقط صورة لطائرة متطورة في مدرج شركة لوكهيد مارتن، فغير موقع القمر الصناعي الصيني موقعه لمزيد من التقاط الصور. لاحقا تبين للصينيين أن الطائرة هي مجسم صنعته الشركة لفيلم توب غان مافريك، فقد كان المجسم نسخة مشابهة لسان أوف بلاك بيرد SR-72. المنافسة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على أشدها في مجالات عدة، وقد تغلبت الصين في بعضها كالصواريخ الفرطة صوتية. فطاقم الفيلم طلب المساعدة من لوكهيد مارتن لصناعة المجسم الذي خدع وكالة الاستخبارات الصينية. السرية أو الفشل. على الرغم من العقد الموقع بين لوكهيد مارتن والحكومة الأمريكية إلا أن الأمر وتفاصيله بقي سرا منذ عام 2014 إلا من بعض التسريبات غير الرسمية وتوقعات الخبراء والمهندسين. فإلى الآن لا توجد معلومات مؤكدة في أي مرحلة الطائرة من الإنتاج الآن. فمن خلال العديد من المؤتمرات الصحفية رفضت القوة الجوية ولوكهيد مارتن الحديث عن مشروع الطائرة الفرطة صوتية. البعض قال إن المشروع ربما قد تم التخلي عنه بسبب تطوير الروس لصاروخ كينجال الفرطة صوتي، والذي نظريا باستطاعته أن يدمر الطائرات الفرطة صوتية. فهذه المشاريع الروسية والصينية الفرطة صوتية جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تغير من أولوياتها إلى مشاريع أخرى كمشروع الصاروخ الفرطة صوتي AGM-183A والذي جرت عليه العديد من التجارب كانت بعضها فاشلة. ومع ذلك يقول البعض إن الحكومة الأمريكية مستمرة في تطوير البرنامج تحت بند الميزانية السوداء والتي عادة تخصص للمشاريع فائقة السرية. ومع ذلك إذا قررت القوة الجوية الأمريكية ببدء الاختبارات على الطائرة فقد تحاول أن تجربها بسرية عالية كالمعتاد، ولكن الطيران إلى ارتفاعات شاهقة وبسرعات فرطة صوتية سيتم رصدها بسهولة من قبل الأقمار الصناعية الصينية.